أول موجة برد راح تأثر على المملكة وتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة بالمختصر. أول موجة باردة راح تأثر على المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء، وهي تعتبر نوعا ما مبكرة نسبة لمثل هذا الوقت من العام. هاي الموجة الباردة راح تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، راح تبدأ من يوم الثلاثاء تتعمق يوم الأربعاء وراح تستمر حتى نهاية الأسبوع. عم نحكي على درجات حرارة تقريبا في العاصمة عمان 19 درجة مئوية في ساعات النهار، وبالليل بتوصل ل10 درجات. ولكن اللي بيميز هاي الموجة الباردة انه راح يكون فيها رياح شرقية، وهاي الرياح الشرقية بتزيد الشعور بالبرودة. يعني عم نحكي على الحرارة الملموسة اللي راح تشعر فيها راح تكون اقل من درجات الحرارة المسجلة. لهيك لازم ننبه انه صار الوقت انه نكون عم نلبس جاكيتات ومعطف خفيف تقريبا في كافة اليوم وطول الوقت، لانه الاجواء راح تكون باردة ان شاء الله. هاي الرياح النشطة اللي راح تكون والشرقية راح يكون فيها هبات قوية راح تكون في الأغوار والبحر الميت، وهذا الإشي بيعمل خطورة للسباحة. فبدنا ننبه الناس اللي بدها تطلع مع نهاية الأسبوع إنه ما تكون عم تسبح في البحر الميت، لأنه الأمواج راح تكون عالية بسبب هاي الرياح. فبشكل عام الأجواء راح تكون باردة من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع إن شاء الله، وحتى هاي الرياح ممكن تسبب الغبار في بعض الأحيان في بعض المناطق ولكن بشكل محدود. لهيك نتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها، وإن شاء الله بتضلوا بخير. سلامات.